أنا أعتقد اللي قامت فيه الحكومة يعني حتى لو بتقوم اليوم جلسة طارئة وبتعلن استجواب جلسة ما تقدر تستجوب بالجلسة الطارئة، لازم تنتظر إلى دور انعقاد في وقت. لكن بما أن الجلسة الطارئة ومتبقي على دور انعقاد اليوم نتكلم تقريبا أسبوعين أو أسبوعين وكم يوم. أوكي. زين. أنا ما أحتاج جلسة طارئة في الحالة هذه، والجلسة الطارئة بالعكس أنا أعتقد أنها أداة ما ممكن تعالج الخلل. ليش؟ لأنك أنت أتي بالجلسة بتتكلم على قولة اللبناني فشخل، وبعدين ما عندك أداة ولا عندك قرار تتخذه إلا من خلال التوصيات، والتوصيات ما تقدر تصدر قانون داخل هذه قانون، لأن الجلسة الطارئة واضحة في الطلب. أوكي. ما تقدر حتى تناقش أي قضايا أخرى سوى ما هو موجود في الطلب. أوكي. وأي طبعا انحراف عن ما هو موجود في قضية البنزين يعتبر. النائب أحمد القضيب يقول الحكومة أجهضت الجلسة الطارئة وقبلت باستجواب وزير المالية والنفط كي لا يعني تبين خمالها. الآن السؤال يعني هو القضيب يقول إن الاستجواب الحكومة قبلت فيه لأن استجواب لوزير واحد، بينما كانت الجلسة الطارئة ستوجه إلى مختلف الوزراء، وزير النفط، وزير التنمية، وزير الطلب. أنت قريت الطلب؟ هو حتى كلام الرئيس. لا عفواً. حتى كلام الرئيس لما صرح قال المحاور عديدة فيها، فإحنا نفس المحاور راح ننقلها. لا عفواً. الطلب كان واضح. أنت الجلسة الخاصة لغرض معين ما تقدر تشعب فيه. هذا قال إحنا بالعكس راح نناقش حكومة بأكملها في الحالة. أنت مو أنت. شو ما تقدر طلبة كذي يقول لك نناقش حكومة بأكملها. أنت قريت الطلب؟ ما قريت الطلب. أنت تقرأ الطلب. كلام المقدم الطلب هذا. كلام أحمد القضيب يقول الكلام. بعض الأخوان يعتقد أنه ممكن تكون جلسة نقاش عام. هو لو طالب طلب يناقش موضوع الوثيقة الاقتصادية وبعدين ياخذ قرار وعندك تشريع انت مجهزه، آمنا بالله. وبعدين ترى هذا امر تقديري للنائب. زين، يعني يعتقد بعض النواب ان هذه الاداه كفيله باصلاح الخلل.